السلام عليكم. لو البسبوسة بتفشل منك بعد الفيديو ده، هتعملي احلى بسبوسة هتطلع معك ناجحة من اول مرة، طرية ومرملة وشاربة السيرب وطعمها وريحتها في منتهى الجمال زي بتاعة الحلواني واحسن كمان، يعني من الاخر هتنسى اي طريقة تانية وهتعتمد الطريقة دي. يلا بينا نشوف هنحضرها ازاي، بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الطريقة. بحتاج 1/2 كيلو من سميد البسبوسة الناعم او دقيق السوميلينا، اهم حاجة تتأكدي ما يكونش مخلوط بأي دقيق خالص، يعني يكون نوع نظيف جدا، ده اهم عامل من نجاح في نجاح البسبوسة. بعد كده ببدأ انزل عليها بكوباية من السمنة البلدي الدايبة بالشكل ده، بس ما تكونش سخنة، بتكون دايبة بس باردة، او ممكن تستخدمي اي نوع سمنة بتفضليه. وبعدين ببدأ أبس سميد البسبوسة بالسمنة كويس جدا لغاية لما كل حباية سميد تتغلف بالسمنة كويس جدا بالشكل ده. وبعدين بركن الخليط ده على جنب وببدأ أجيب بولة تانية وبنزل فيها بكوباية من اللبن الحليب وعليها كوباية من السكر الأبيض الناعم، يفضل طبعا يكون السكر أبيض وناعم علشان ما يغمقش البسبوسة معك. بعد كده بنزل عليهم كمان بربع كوباية من جوز الهند الناعم، وبنزل عليهم كمان بمعلقتين كبار من عسل الجلوكوز، لو مش متوفر ممكن تستخدمي على العسل الأبيض، عسل النحل، أو ممكن تستخدمي شربات الحلويات التقيل. وبعدين بدخل الخليط ده الميكرويف لغاية لما يبدأ يسخن معايا، ممكن تسخنيه على البوتاجاز على نار هادية لغاية لما الخليط يبدأ يدفى، وده بيكون شكله. وبعد كده بقلبه كويس عشان المكونات كلها تمتزج مع بعض كويس جدا، وببدأ أنزل بالخليط ده فوق سميد البسبوسة بالشكل ده. في المرحلة دي بقلب بالراحة جدا علشان سميد البسبوسة ما يكونش معايا الجلوتين والبسبوسة تنشف، يدوب بخلط المكونات مع بعض كويس بالراحة جدا، يعني ما بعجنش في البسبوسة خالص. وبعد كده بحضر الصينية مقاس 36، بدهنها كويس جدا بالسمنة، ممكن تدهنيها بالزبدة بس ما ينفعش تدهنيها بالزيت لان الزيت بيشيط البسبوسة. بدهن الصينية بتاعتي بالشكل ده، وبعد كده ببدأ انزل بخليط البسبوسة. بوزع الخليط في الصينية لغاية لما يتساوى معايا، ممكن تبيلي ايدك من بالمية وبتوزعي الخليط، ممكن توزعيه بالسباتولا بالشكل ده. بعد كده ببدأ اخبط الصينية خبطتين في الرخامة علشان البسبوسة تتساوى معايا وتبقى كلها حجم واحد في الصينية. وبعدين باجي لمرحلة التسوية، بسخن الفرن الاول على درجة حرارة 180، لو دخلت البسبوسة على فرن بارد البسبوسة هتنشف منك، فلازم الفرن يكون سخن قبل ما تدخلي صينية البسبوسة. بعد كده بسيبها في الفرن لغاية لما تبدأ تاخد لون من الجوانب، بعد كده ببدأ اولع الشواية من فوق لغاية لما تاخد لون من الوش. في الوقت ده اثناء ما دخلت صينية البسبوسة الفرن ببدأ اجهز شربات او سيرب البسبوسة، بحتاج 2 كوباية من المية عليهم 1.5 كوباية من السكر، بنزل بالسكر في نص المية، ما بخليش السكر يجي على جوانب الاناء خالص علشان ما يسكرش. بعد كده بعصر عليه 1/2 ليمونة، ببدأ ارفعه على النار يدوب يغلي معايا غلوتين، برفعه من النار، شربات البسبوسة بيكون خفيف وبكون دافي ما يكونش سخن قوي. بعد كده اول ما البسبوسة تخرج معايا من الفرن بالشكل ده، شايفين شكلها مش محتاجة كلام، وبعد كده ببدأ اسقيها بالشربات، والشربات ده دافي مش سخن معايا، يعني الشربات بعد ما غلى على النار غلوتين رفعته من النار وسيبته يبرد شوية، يعني يدوب دافي بنزل بيه على البسبوسة وهو دافي مش بدرجة الغليان. وزي ما شايفين البسبوسة بدأت تشرب السيرب بالشكل ده، تعرف ان البسبوسة نجحت معاك اول ما تبدأ تشرب الشربات بالشكل ده. وفي الوقت ده بغطي صينية البسبوسة بصينية تانية واسيبها تشرب بيها كمية السيرب وتبرد الاول قبل ما اقطعها، وده شكلها بعد ما شربت السيرب كله وبردت شوية، شايفين طرية جدا، ولما بقطعها بتكون متماسكة وفي نفس الوقت طرية. وزي ما شايفين البسبوسة وجمالها طرية ومرملة وريحتها وطعمها في منتهى الجمال زي بتاعة الحلواني واحسن كمان،
كفاية انك عاملاها بايدك، هتطلع معاك جميلة جدا، هتطلع معاك ناجحة من اول مرة. كده فيديو النهاردة وصفة النهاردة خلصت، اتمنى تعجبكم، جربوها قولوا رأيكم في الكومنتات. عملت في القناة قبل كده البسبوسة المكرملة، وعملت كمان بسبوسة الحلواني بطريقة تانية، هسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف. ولو وصلتوا لغاية هنا معايا في الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك من ايديكم الحلوين، وتعملوا شير كتير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد. لاول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل الفيديوهات الجديدة. دمتم بخير.